هو واحد من نجوم النادي المصري، واحد من نجوم المنتخب الأولمبي، اسم أكيد بعد الإنجاز الأخير الناس مش ناسياه، كريم العراقي. هو لاعب النادي المصري ويعالم بكرة فين. شرفني منورد. نور يا كابتن، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. شرف بوجودك معايا. أيوة كابتن، شرف ليا. بتتمرن على البحر؟ آه مرن يعني، ومعاه الدكتور بتاعي وتخلص تنزل الميه ولا لا؟ مش شرط، مش الدرجه بس في ممكن تخبط سريعا. لا لا، مش في بورسعيد يعني. ليه بقى؟ لا عامه انا بتمرن الساعه بتاعتي وبمشي. افضل يعني. مواظب كل يوم؟ ممكن رايح يومين في الاسبوع، ثلاثه بالكتير في الاسبوع يعني. وتعمل ريكفري فين بقى؟ مع الدكتور برضو ولا انت شغال مع نفسك؟ في البيت، بانيو، الميه السخنه، الكلام ده احسن يعني برضو. بس انا سامع دلوقتي ان العالم كله بيشتغل سائع. انت عاكسها؟ مش ماتشات يعني، مش ريكفري بتاع ماتشات يعني، لا ده تمرين يعني عادي خفيف. لكن الريكفري بتاع ماتشات سائع. سائع وسخن وكله كل حاجه. اسمك يعني من الاسامي بعد الكاس الامم الافريقيه اللي فاتت دي، للناس توقعت يعني ما شاء الله ان انت تكون موجود في 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 منطقه اخرى. ثم سمعنا بعد كده عن دخول الاهلي والزمالك في مفاوضات، ولكن سمعت ان انت عندك فكر بره شويه. انت كم سنه كريم؟ 23 اهو. 23. طموحاتك بقى، سكتك ايه؟ والله كابتن ليا رؤيه يعني، بتمنى ان هي تتحقق. إيه، عندي دكتور استراتيجي شغال معايا وشغالين في برنامج استراتيجي، بتمنى ان هو اللي انا اقدر احققه، اللي هي وجهه نظري يعني ورؤيتي لبره. فدون ده بيحتاج شغل وبيحتاج ترتيب وبيحتاج صبر شويه، مش اي عروض بتجيل الواحد بيستعجل فيها، لا بتحتاج اتزان كده وبتاخد نفس، بتفكر كويس قبل اي خطوه. انت طبعا لازم بتستخير ربنا، سواء نشوف العروض اللي جايه المناسبه لينا. انا كفكري ورؤيتي اللي انا ليا عاوز اللي انا اكون بره. فطبعا اي عروض بتجيل ببص هل ده هيناسبني او هيساعدني في رؤيتي اللي انا اطلع بره ولا لا. لو مش هيناسبني ويساعدني اللي انا احقق الرؤيه بتاعتي، ارفضه ايا كان هو مين النادي ده. انت عادك مع المصري قد ايه؟ لسه سنتين، السنه دي والسنه دي. يعني كده انت بتتحرك من خلال المصري. طبعا. وده النادي اللي ليه فضل عليا بعد ربنا يعني. بس انت حصل يعني ترضيه ليك في عقدك؟ لا لسه، بس هم يعني الكابتن يعني قعدوا معايا كذا مره، الكابتن عبد الظاهر كلمني ومجلس الاداره كلموني، ومستنين بس الفتره دي ان شاء الله تعدي على خير. لكن انت متفق؟ مكلميننا. ايوه. والامور بسيطه، اصلا النادي المصري بيتي يعني، سواء انا قعدت كده او في طرديه. صح، احمد ياسر قال لي ان يعني كريم العراقي من اللعيبه المظلومه، مش عارف قال بياخد 300,000 باين. حقيقه بس. طبعا هم 300 فعلا. حقيقه هو. بس هم كلموني يعني النادي يعني بصراحه، ومجلس الاداره كلموني، وانا وافقت، والامور بس منتظرين. حددتوا الارقام؟ لا الارقام مش هنختلف فيها كابتن. خلاص دخلت لغه الارانب اكيد بقى. ايه؟ عشان تستريح. مش هنختلف فيها، ده بيتي، ده اول حاجه، ده بيتي، فمش هنختلف في الارقام، لكن ربنا ييسر بس الامور تعدي. احنا هل هم حطيت لك شرط المصري ان الترضيه شرط ان انت تزود المده وتتباع من خلالهم؟ لا. ولا ملوش علاقه بالمده؟ لا ملوش علاقه بالمده يعني. المدى في النادي المصري بيتي عادي يعني، معهم على طول يعني. ان شاء الله معهم، مع النادي المصري على طول لحد ما احقق الرؤيه بتاعتي ان شاء الله اللي انا قلت لك عليها، الاحتراف. انت رؤيتك بره؟ مفيش رؤيه جوه؟ والله انا زي ما قلت لك كابتن، لكل مقام مقال. فلما العروض تبان قدامك، انا قلت لك بيبان. انت ده هل ده هيحقق رؤيتي الانتقال لاي نادي؟ انت ليك في الالوان ولا مش بتاع الوان انت؟ الوان ايه؟ يعني ابيض احمر ولا لا ما عندكش الحته دي؟ لا ماليش لا ماليش في الالوان يعني. انت يجي لك العروض تحطها على الترابيزه والاثنين سواسيه؟ طبعا، مش كده بس يعني، اللي وجهه نظري اللي هيحقق له وجهه نظري واللي هيحقق له رؤيتي. طيب تساوي كلهم في الفلوس؟ رؤيتي اولا. ما انا ماشي معاك واحده اهو. تساوي كلهم في الفلوس، الاهلي والزمالك قدموا لك عرضين زي بعض. احنا مالناش دعوه مال الاهلي ومال الزمالك اصلا. انا بقول لك لو الاهلي قدم لك عرض والزمالك قدم لك عرض تساوي. هو ما حصلش اصلا كابتن سيف. ماشي. ما حصلش. احنا العرض الرسمي اللي جه للنادي المصري من البرتغال. انا فاهم. وفي عروض تانية برضو من بره في اوروبا. خدني واحده بس. ماشي. انت مستعجل ليه؟ مش مستعجل ولا حاجه. طيب. انا بقول لك لو جالك عرض وجالك من الاهلي وجالك عرض من الزمالك بنفس الاسعار الماديه، من وجهه نظرك مين ممكن يكون خطوه تحقق لك حلمك بتاع بره؟ اولا هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجه،
اللي احنا بنشوف بنشوف الموضوع اللي قدامنا وبعد كده بنستخير ربنا. تمام. فلما نستخير ربنا هل ده الانتقال لاي نادي تاني هيكون خير لينا ولا شر؟ فلو هو شر لينا ما تبصش بقى للفلوس ولا تبص للحاجه. بص الاول لو الانتقال شر ايه هيبان وربنا هكمل في النادي المصري ايا كان لو المبلغ ايه الماديات ايه. بس هو انا عرفت اللي هو شر من عن طريق الاستخاره بس فهكمل في النادي المصري. ما هو ممكن اللي انت استخرت اوريدي؟ ايه؟ عملت استخاره اوريدي؟ ما هو الاستخاره دي انا يا كابتن بتكون لما الورق يكون محطوط قدامك. ما انا بسالك. ما استخرتش انت لسه؟ لا لسه عشان ما فيش حاجه لسه. ما فيش حاجه. استخرت بس في موضوع اللي هو اوروبا وكان الامور يعني كانت كويسه واستريحت للانتقال بس طبعا مجلس الاداره كان له وجهه نظر اللي احنا لسه نستنى شويه ممكن الاولمبيات الكلام ده. ليه بقى؟ يعني ممكن يجي لك حاجه افضل قصدك؟ هم وجهه نظرهم والعائد المادي طبعا ما كانش رفضوه او قليل شويه فهم قالوا كان جاي لك مليون دولار فعلا؟ يعني كان هيدفعوا مليون دولار للنادي المصري؟ والنادي المصري استقل الرقم؟ استقل. بس وطبعا ده كل اللي كاتبه ربنا خير. فالواحد طبعا النادي المصري ليه فضل كبير عليه فطبعا انا سمعت المجلس الاداره لا كريم كمل ان شاء الله في الاولمبياد يجي لك حاجه افضل وحاجه كويسه. هتتجوز يا كريم؟ خاطب. هتتجوز قريب؟ لا شويه سنه ونص ولا حاجه. سنه ونص. خاطب بقالك كتير؟ لا من قريب. من بورسعيد وهتتجوز في بورسعيد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بس انت محضرها بقى ان هي لو في حاجه معاك. اكيد. اكيد. مفيش هزار انت. ما هو في انا شغال مش عشوائي لا في دكتور قلت لك دكتور معايا شغال معايا في فتره اللي هي التوقف انا بتكلم على العروسه مال العروسه ومال الدكتور ما كل حاجه بنرتبها في دكتور استراتيجي دكتور بيرتب معاك العروسه في دكتور استراتيجي في برنامج في حاجه محدده احنا لازم نشتغل عليها قدامك هدف هتحققه ازاي هتحققه كده وخلاص الجواز هيعطل الهدف مش هيعطل الهدف الجواز ممكن يساعد الهدف يساعد ما يعطلش لا عشان كده هتسرعوا يعني انا ماشي معاك واحده واحده لحد ما اعرف الاهداف ايه والله كابتن بص هو كل واحد عاوز يحقق مراده من الدنيا فطبعا الجواز ده من ضمن المراد اللي انت عاوز تحققه طبعا وخير متاع الدنيا الزوجه الصالحه ممكن تساعدك في مستقبلك وفي فكرك فده طبعا انا معايا الدكتور محمد الدسوقي ده فهو شغال برضه ايه في الجواز لا في برنامج استراتيجي الجواز انت خدتني من الجواز وبعدين دخلتني على دكتور محمد ده برنامج استراتيجي يا كابتن برنامج استراتيجي هو شغال معاك في النادي برضه ولا ده برايفت ليك انت؟ لا ليا ليك انت ومعاك في النادي مكمل؟ لا 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 اخوك كبير بس هو اللي ماسكك اثناء ما انت شغال في النادي ومع المنتخب برضه متابعك بالتليفون هو هيعمل لك برنامج وبتاع ومش عارف ايه كل حاجه محدده مع دكتور ولو ربنا كرمك بره هو رايح معاك؟ ان شاء الله معايا على طول هتاخده معاك معايا اصلا بيتواصل معايا على طول وبنتكلم مع بعض وقبل ما اجي هنا اتكلمت معاه برضه سالته انك تيجي ولا لا بتكلم معاه وهو قال لي اطلع وبين للناس كل حاجه وعادي انت 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 واثق فيه مش موضوع بقى دكتور ولا لايف كوتش ولا حاجه لا واثق فيه وبرضه هو دكتور معايا على طول يعني ايه لفظ دكتور انا بس عشان تهت يعني هو دكتور لايف كوتش ولا دكتور اصابات ولا دكتور تغذيه اصل كل حاجه دلوقتي فاهم قصدي ده دكتور استراتيجي اصل الجمله دي ما قابلتنيش اشرحها لي يعني ايه دكتور استراتيجي دي يعني بتقول له اللي انا عندي هدف كذا هو بقى بيخطط لك الهدف ده هتحققه بعد سنتين بعد 3 سنين بنشتغل على الهدف ده عشان نحققه بس ده الدكتور الاستراتيجي في دكتور تاني اسمه التابع الكومي ده اسمه بقى ايه اسمه التابعي الكومي ده بقى دكتور علاج طبيعي او وتاهيل تمام فده بقى بيشتغل معايا من الناحيه البدنيه ايه وده بيشتغل معايا من الناحيه الاستراتيجيه بس اظن الامور واضحه كده ماشي انا هجيب الدكتور الاستراتيجي مين اسمه ايه دكتور محمد الدسوقي دكتور محمد الدسوقي طيب احنا هنحاول نجيب مداخله دلوقتي عشان نفهم بقى منه يا نبقى يا جماعه هتقول لنا دكتور محمد الدسوقي نعرف منه لان واضح ان هو اللي عامل لك بلان يعني واضح ان هو اللي محضر لك البلان وده شيء محترم بس بالنسبه لنا هي كلمه دكتور استراتيجي حاجه جديده علينا يعني انا مش مختلف انا شويه يا كابتن سيف مختلف معلش شويه مختلف ماشي يا عم ماشي حبيبي برضه مش مشكله طب النهارده الدكتور مع النادي او المنتخب الامور بتتعارض
يعني حد مسكك من هنا حد مسكك من هنا بالنسبه لان هو متبعك، يعني هو داخل معاك في خطوات امور وتدريبك وسيستمك وكده، صح ولا غلط؟ اه. هل برضه حاطط لك سيستم نادي ولا ما تروح تسلم للنادي في جهاز تاني بيشتغل؟ لا طبعا، ده الدكتور اللي هو اللي خلينا بس ايه نوضح الورق كله. الدكتور اللي هو بتاع التاهيل ده ان ما بتدخلش الا في وقت اللي انا محتاجه. اوكي. الوقت اللي هو التوقف. وقت اللي انا يجهزك يعني. ممكن. ده دكتور النادي ولا دكتورك انت برضه؟ لا تبع ده. انت استفك كله اللي شغال بيه؟ ايه؟ استفك كله. يعني مش حاجه النادي يعني. لا تبعي. بس انا شفت وانت بتتمرن على البحر كان معاك كان معاك وادي. وادي. حد تاني؟ وصالح. وشغالين مع المدرب بتاعك برضه؟ لا بس هم كانوا بنتكلم مع بعض اللي هم يجوا يتمرنوا معايا وكده. فهم جم، لكن عاده انا بتمرن لوحدي لو هم ما جوش مع الدكتور. هم جم بتشغل ايه بقى؟ بتشغل لوحدك ايه؟ جري ولا بتشغل اعداد ولا بتشغل كان في ماتش يعني؟ ايه المرحله؟ يعني حافظ على اللياقه بس، يعني احفاظ بس مش ايه الجمله؟ يعني بتشتغلها ازاي؟ هل بتشتغلها مثلا احمال سبرنتات خفيف؟ بتشغل فوت ورك؟ بتشغل ازاي؟ يعني اللي انت تحافظ على لياقتك البدنيه بحيث ان هي ما تقلش، مش حفاظ، مش تزويد. مش اللي انت بتعلي، مش اللي انت بتعد. مفيش جري خالص يعني؟ لا في جري طبعا. جري بتجري الاول عادي يعني على البحر ربع ساعه نص ساعه، وبترجع تاني بتشتغل بقى اللي هي الحاجات الفوت ورك والكلام دون. مش عالي، مش شغل اللي هو العالي قوي اللي انت بتعد الماتشات، لا شغل اللي انت بتحافظ بس على لياقتك. انت برضو في فتره اعداد الماتشات بتشتغل لوحدك كده؟ فتره اعداد ايه؟ الماتشات يعني فتره الاعداد قبل الدوري. انت برضو بتزود لوحدك كده؟ هو مع النادي بقى. مع النادي مش لوحدك؟ لا مش لوحدك. طبعا بقى الدكتور اللي هو بتاع اللياقه البدنيه بيسلمني للنادي خلاص. اما رحت المنتخب كان عندك احلام وتوقعات؟ حلمت بكده؟ يعني حلمت انك تروح تاخد البطوله؟ حلمت ان كريم العراقي يبقى كريم العراقي بعد البطوله؟ طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده قبل البطوله، اتكلمت فيه اللي احنا اللي انا ان شاء الله هناخد البطوله، ويمكن وعدت الجمهور مصر كلها اللي احنا ان شاء الله البطوله على ارضنا وان شاء الله هناخدها. فده كان طموحنا اللي احنا ما نوصلش طوكيو بس احنا اللي احنا ناخد البطوله، والحمد لله حققناها. يعني انت كان عندك ثقه وانت داخل انك هتاخد بطوله؟ كابتن البطوله على ارضنا. ايوه ماشي، ما في بطولات على ارضنا ما بناخدهاش يا كيمو. انت مش داري بالدنيا ماشي. بس انت اهم حاجه تحط قدامك اللي انت لازم تاخد البطوله. عشان تقدر تحققها، لو ما حققتهاش دي بيبقى بقى سوء توفيق، لكن اهم حاجه رؤيتك واللي انت عاوزه عاليه بس اهم حاجه. شوقي غريب معاه مفتاحك؟ مدرب كبير. مدرب كبير. بيعامل اللعيبه نفسيا قبل اي حاجه. فده مدرب يعني اللي يعامل اللعيب قليلين. اللي يعامل اللعيب نفسيا ده يعني ترفع له القبعه. لما وصلت الاولمبياد وابتدوا يعني ابتدى الصوت يعلى في الثلاثة الكبار محمد صلاح هيخش، في حالة وجود محمد صلاح هتلعب فين؟ هو مش مركزه. في ايه؟ مركز الكابتن محمد صلاح يعني مش مش مركزه خالص يعني. انا بسألك فين؟ يعني رد عليا مشي معايا واحدة واحدة ما تقفلش الحديث، بس قول لي كده هتلعب فين وصلاح هيلعب فين؟ ما هو ده حاجة بترجع للكابتن شوقي، حاجة بترجع للمدرب. انت عدلتك فين؟ ايه؟ عدلتك؟ انا باك رايت. باك رايت. وفي وجود محمد صلاح يبقى قدامي بقى. يبقى قدامك. لكن مش ممكن ان الكابتن شاوي يلعب ببلان ان صلاح بس يلعب في الحته دي؟ والله ده حاجه وجهه نظر الكابتن شاوي. انت في مكان تاني ممكن تأدي فيه؟ هاف. الاريح بالنسبه لك؟ الباك طبعا. الباك عشان ده اللي لعبته عليه بقالي كام سنه، بقالي 4 5 سنين اهو بلعب باك بس. دي الحتة اللي هي على عتلتك المريحة يعني. طبعا. متابع محمد صلاح؟ يعني بعد ما وصلت الأولمبياد وقعدت تحلم ممكن يكون في طريقة إن محمد يخش لجوه وأنت تلعب مثلا في نفس مكان؟ أنا بتخيل، معرفش كابتن شاوي هيفكر في إيه. أنت قبل الأولمبياد الفترة اللي فاتت مع الدوري الإنجليزي بتقعد تتفرج عليه متابعه؟ طبعا. يعني متابع طريقة لعبه؟ هل تخيلت مثلا إنك ممكن هلعب وصلاح في الملعب وهنشتغل مع بعض؟ والله يا كابتن أنا قلت لك لكل مقام مقال. انت ما بتحلمش خالص؟ بحلم بس إيه؟ مش وقته الكلام ده اللي انا انا بحلم، لكن فين دلوقتي؟ بشتغل على الحلم ده، لكن لما يجي ساعتها اقدر احدد ايه اللي هيحصل، اقدر احدد فكري ايه اللي هيحصل.
ما اقدرش اختار من دلوقتي. لكن ما تقدرش دلوقتي تفكر ولو حلم ولو وده حاجات الكابتن، ده حاجات بتاعت الكابتن شوقي غريب، اللي حكايه اللي انت او حكايه بتاعت المدرب اصلا، يعني دي توجيهات الكابتن. طيب هي دي بتاعت الكابتن. بس معظم لعيبه المنتخب اللي طلعوا معانا بعد الفريق بعد البطوله كلهم كان ليهم وجهه نظر ان احنا قادرين من غير اضافه ثلاثة نلعب. بص يا كابتن سيف، الموضوع الثلاثة ده طبعا بيدي للكابتن اختيارات زيادة، فطبعا هو هيكون وجهة نظره الاختيارات ده هتفيدنا اكيد. يعني الكابتن محمد صلاح اضافة كبيرة، وده الكابتن شوقي اتكلم عنه، اتكلم اول واحد هيكون موجود طبعا الكابتن محمد صلاح، فمستحيل يكون عنده اوراق يعني وعناصر كبيرة ما ياخدهاش وما يستغلهاش، وده حاجة بترجع للكابتن شوقي، وهو طبعا ادرى بمصلحة المنتخب. اخد على الجمهور انت كريم؟ اتولدت في نادي جماهيري. اتولدت في نادي جماهيري. طيب من وجهه نظرك كنت متوقع المسانده الجماهيريه الكبيره دي للمنتخب الاولمبي؟ والله جمهور مصر بيحب الاخلاص. فانا كنت شايف في عيون زملائي الاصرار على اللي احنا نحقق حاجه. كنت متوقع لما النتيجه تبان في اول ماتش وتاني ماتش كنت متوقع العدد في ازدياد، وده اللي حصل. عشان احنا كنا يعني منتخب الروح، منتخب الحماس، منتخب الكره الحلوه، لكن اهم حاجه الرجوله والروح والحماس. هي هل كان يفرق معاكم في الاتوبيس مثلا في كام في الاستاد النهارده؟ 80,000 70,000 الاستاد مقفول، الجمله دي تسمعوها ولا؟ بنسمعها بس عادي. يعني انت بالنسبه لكريم وبالنسبه للاعيبه الكبيره اللي معانا، لعبت في اجواء يعني اكبر من كده كمان. لعبت في نهائي كاس مصر ضد النادي الاهلي، ولعبت نهائي السوبر برضه ضد النادي الاهلي برضه. وبرضه اول ماتش ليا كان ضد النادي الاهلي. اول ماتش في حياتي يعني، كان اتعادلنا 1-1، هم اتعادلوا معانا يعني في الدقيقه 89. انت بتجيب الماتشات دي زي ماتش النهائي بتاع المنتخب الاولمبي؟ ماتش السوبر كان اكتر من اكتر ازاي؟ والاستاد بيشيل قد ايه؟ هزاع بن زايد. ايوه انا كنت شغال الماتش هناك. كان ضغوط طبعا جماهير كتير، وانا كنت لسه في اول ماتشات ليا. يعني مع كابتن حسام. مع كابتن حسام حسن. انت ابتديت الماتش؟ لعبت ال 120 دقيقة. لعبت 120 دقيقة. ده بالنسبة لك كان الامور عادية. فاللعب ماتشات والخبرات دي مش هيقلق. بس انت اكيد الجون جاب لك حالة اللي هو كان ظروفه صعبه يعني. كان مسعود. ايه مسعود اللي جه لم اللمه. والله هو شالنا يعني، هو كان شايلنا الكابتن الشوط الثاني الحقيقه. هو كان كويس طول الماتش. كان كويس طول الماتش، ف يعني نصيبه يعني وقدره. وبعد كمان بعد يعني ده اللي هو حارس كبير بعد حتى لما حصل الغلطه اللي حصلت. شالنا في كور كتيره في طبعا في بس انا مره كان ليا لقاء معاه، وقلت له قال لي من اللحظات في حياتي اللي قلت كنت بتمنى ان الملعب يتشق ويبلعني. لحظات صعبه جدا على اي لعيب. طبعا اللي انت ماتش نهائي واللي انت تحس ان انت خسرت فرقتك. كنت حاسس في التوقيت ده ان الماتش راح ولا في كلام؟ والله يعني الواحد ما فقدش الامل طول ما اللي لسه في ثواني. ما فقدش الامل. وحصلت في ماتشات كتيره مع الكابتن ايهاب، يعني اللي احنا في ماتش بيراميدز كان 2-1 والحمد لله في الدقيقه في الاكسترا تايم مفيش حسب دقيقتين ولا ثلاثه جبنا جونين وكسبنا وتعادلنا. كان 3-1 الماتش ده. وتعادلنا بقينا 3-3. طيب نرجع نتكلم بقى كابتن ايهاب وكابتن حسام بس بعد الفاصل. من منزل لاعب النادي المصري والمنتخب الأولمبي كريم العراقي، هنلتقي مع أقاربه أصدقائه ونتعرف أكتر على كريم العراقي وهو موجود بالطبع معاه كابتن سيف. نتكلم مع الطبيب الخاص للكابتن كريم العراقي والمسؤول عن التغذية وعن تدريبه طوال فترة التوقف، وشاهدناه من قبله وزعنا تقرير وكان بيدربه على شاطئ بحر بورسعيد. دكتور، بنتكلم عن كريم العراقي ويعني وعلاقتك بكريم العراقي. علاقتي بكريم بدأت من هو عنده 11 سنة تقريبا، وهو براعي من النادي المصري.
لغاية ما وصلنا لمرحلة كنت أنا نوهت عليها قبل كده، فترة الإصابة بتاعت كريم إن هو قعد سنة ونص تقريبا بعيد خالص عن المجال، وحضرتك عارف الحكاية دي، لغاية لما رجع الحمد لله بالسلامة وبدأ يشارك مع الكابتن حسام حسن. كانت أول مباراة بالنسبة له هي نادي الأهلي، واليوم الجميل أسعد يوم في حياتي يوم كريم ما جاب الجون في نهائي أمم أفريقيا. ده كان يوم ما ينفعش الواحد يقعد يحكي عنه، يعني ده عايز قصص كتيرة. على النواحي التانية كريم، أنا اللي بتعلم من كريم حاجات كتيرة جدا زي الالتزام، أي أمور في الدين كريم دايما بيفيدني بيها. ما كانش بيلعب باك، هو كان وهو في أولى ابتدائي لسه، وبعدين فبيلعب الكورة فرقص الفرقة كلها، رقص الفصل كله. فجت المدرسة بتاعته وقفت كده وهي بتبص عليه، وبعدين كلمتني وقالت ده كريم حريف جدا، ده موهوب خد بالك منه. قلت لها فعلا ده هو بيلعب في النادي، كان بيلعب في النادي المصري، وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، هو لكل مجتهد النصيب. وانا مهما اقول ومهما اتكلم مش هقدر ادي برضو حقه، لان هو برضو برعانة وحنين علينا. ف والله ف يعني قلبي راض عليه باذن الله كده وبدعي له. والله فخور، ديت دي حاجه طبيعيه، اي حد يفتخر ان كريم اخوه كاخ يعني، وهو اخ محترم واخ طموح في كل حاجه الصراحه يعني، وبيعلمني بتعلم منه حاجات كتير. فيعني لو انا اللي اقول له لا، انا ما فيش حاجه اقولها له كده، انا بتعلم منه وبستفاد منه حاجات كتير، وهو نعم الاخ. انا ببص له بمشي على خطاه وحاول بحاول اكون للاحسن يعني. والله هو مشواره، هو مسؤول عن الحته ديت، هو اللي يقرر امتى يمشي امتى يقعد. هو حته انا نفسي يروح حته احسن، يروح مكان احسن، يطلع بره مش عارف ايه. لازم الواحد حته احسن، مش فاهم يعني داخل مصر ولا خارج مصر. بص، النادي المصري نادي كبير، بس لازم الواحد يخطو خطوات في طريق نجاحه. شغل مخك في الكوره ما تفكرش يعني وانت بتلعب. ايوه انا معاك، دي بيفكر طول ما هو بيلعب بيفكر جدع. ما تعرفش بيفكر في ايه؟ حقيقة ما تعرفش. شكرا جزيلا للزميل محمد غندر، وشكرا طبعا لكل أسرة كريم العراقي، ويا رب يخليه لهم كده. وشهادة الوالدة هي شهادة كبيرة جدا 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 يعني. دايما أنا أصلا صاحب نظرية يعني، اللي يروح لوالده ووالدته بالتعامل ده ربنا يوصل الأمور بشكل كبير. ربنا يبارك فيك يا كابتن، يعني الواحد فخور بيهم طبعا. الوالدة بتتكلم بقلب يعني. إيه؟ الوالدة بتتكلم بقلب يعني، تقول حنين علينا ويعني لازم واضح. لازم يعني، هم اللي مربيني وهم اللي وقفوا معايا وساندوني. فطبعا لازم الواحد يكون بر بيهم، ده من الاحسان. بتراجعهم في مساله اقعد امشي اروح اجي؟ هم عارفين ان انا بعتمد على نفسي في كل حاجه، فما بيتكلموش معايا في موضوع زي ده. عارفين ان انا بقرر مستقبلي وبحدده، فهم واثقين فيا. ماشي معاهم حتى مع اخواتك مع الوالد؟ ما لا لا، ده شغلي. شغلي وحريه شخصيه. مفيش حد بيكلمني يعني. يصحوا الصبح يقولك رحت هنا وخلاص؟ لا طبعا بعرفهم قبل ما تقول لهم برضه جدعانة يعني. بس طبعا بعد ما استخير وبعد ما قلت لك ما يبان كل حاجه، بعد كده اقول لهم انا استخرت وربنا كاتب لي ان انا اروح الحته الفلانيه. كان بيقول الاستاذ في ماتشات افريقيا؟ ايه؟ كان بيقول لك الاستاذ؟ في مصر؟ لا لا لا، في ماتشات افريقيا، في كاس الامم الاخير. لا لا هم في بورسعيد يعني، عايشين في بورسعيد وملتزمين. لكن في النهائي يعني مثلا ما جولكش؟ الدكتور هو اللي جالي. الدكتور بس؟ بخاف عليهم انا بصراحه. طب خطيبتك ما جاتلكش الاستاد بتاع في الماتش النهائي؟ فيش الحاجات دي؟ لا. ولا ممكن في تمرينه مثلا يجوا يتفرجوا عليك في بورسعيد وكده؟ لا، ممكن في بورسعيد. والدي بيجي لي، الدكتور برضو بيجي لي، اهلي ساعات بيجوا، لكن مشوار القاهره ده صعب شويه. طيب هناخد واحد بقى من كباتن فريق النادي المصري معانا على التليفون، وحارس مرمى كبير الحقيقه وعامل شغل رائع مع النادي المصري. مسعود مساء الخير. مساء النور يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ وحشنا مسعود، عامل ايه؟ والله انت كمان يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ وحشني كتير والله. كله تمام، وطمنا على الاصابه وعلى عودتك.
لا والله الحمد لله كابتن، الامور الحمد لله بقت كويسه، الحمد لله خلصت الحمد لله التاهيل، وحاولت كده ارجع نفسي شويه مع كابتن عصام الحضري الفتره دي، فالحمد لله الامور كويسه الحمد لله. مع عصام الحضري؟ ها الحمد لله. بشرة خير دي، هترجع تتكسر الدنيا. يا ام سهره كابتن دعواتك، وانت الحقيقه جون كبير كمان وشخصيه بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن، والله مشكل لحضرتك يا كابتن. يا رب طبعا برحب بيك وبرحب بكريم اخويا الصغير وانا فرحان بيه والله، بس عايز اساله سؤال معلش. كريم برحب بيك يا حبيبي. حبيبي يا كابتن، تسلم يا حبيبي. انا عايز اعرف بس الدكتور الاستراتيجي ده بس، عشان انا الصراحه انا نفسي فيه. ايه؟ عايز يسالك على دكتور الاستراتيجي عشان هو نفسه مش عارف ايه الموضوع. عايز افهم. الدكتور محمد، حاجات غريبه. الدكتور محمد حمدي الدسوق يا كابتن احمد. على راسنا يا كابتن كريم، بس الحاجات دي لازم تقول لنا عشان نبقى عارفين بس. شغل عالي يا كابتن احمد، شغل عالي ده. كريم كابتن سيف لعيب كبير والله. كابتن سيف كريم بالنسبه لنا طبعا اخويا الصغير، وانا بتمنى له كل خير ان شاء الله، وان شاء الله هيكسر الدنيا الفتره الجايه. كريم من اللعيبه اللي لازم على طول يا كابتن سيف. ممكن تعلوا لنا شويه يا جماعه نسمع بس تاني يا مسعود؟ معلش انا سامعك براحتك. كده تمام، اتفضل. كريم طبعا من اللعيبه الكبيره مش الصغيره، بس لازم تتوجه بسرعه. كريم لو الامور بس اتظبطت معاه اكتر من كده، ان هو يركز في فرقته الفتره الجايه، هيبقى حاجه كبيره ان شاء الله، وحاجه كبيره منتخب مصر. انا بتمنى له ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله، وهيفرق معانا كتير، وهيفرق مع النادي المصري ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله لما الامور ترجع لطبيعتها باذن الله. يا رب. بتتمرن ولا مريح؟ لا بتمرن والله الحمد لله كابتن، عارف عشان لما نرجع يكون الامور بس كويسه يعني. وانا قعدت اكتر من لعيبه اصلا من ساعه اصابتي، طبعا الامور كانت ما كانتش كويسه. هسالك سؤال يا مسعود ورد بصراحه، هو عصام الحضري ينفع مدرب حراس مرمى ولا لا؟ هيبقى مدرب كبير جدا يا كابتن والله. اوعى انت ما تقدرش تقول غير كده، يروقك الصبح يروقك. انا شهادتي فيه مجروحه يا كابتن. كابتن كبير وكابتن مصر، ما اقدرش اتكلم على حاجه اسطوره بس يعني. بقول لك يا مسعود، بيني وبينك كده ريح شويه يعني، انا بتفرج على الفيديوهات اللي بينزلها وبتاع، برضه الفوت ورك مريح شويه وبتاع. انت عايز توقعني بقى يا كابتن؟ لا مش بوقعك والله، ده احنا بنفضفض ومش هقول له ما تقلقش. لا هو اكيد سامع دلوقتي. لا والله يا كابتن، هو مهما يكبر برضه ما شاء الله حاجه كبيره، وبيتعلم منه طبعا الانتماء والاخلاص في التمرين وفي شغلك عامه يعني. عايز اقول لك ان انت واحد من حراس المرمى الكبار اللي عدى بمطبات شديده جدا، وان اللي يكمل بعدها كان ما يكملش غير الحارس المرمى الشخصيه زي ما كريم كان بيقول دلوقتي. انت الحقيقه يعني عندك مقومات رائعه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تدغدغ الدنيا. والله باذن الله يا كابتن، بشكر كريم طبعا على الكلام المحترم اللي قاله. والله الحمد لله يا كابتن، واحد الحمد لله اتعلم خبرات كتيره، وفعلا وقع وقعات كبيره. اخر وقعه اللي انت حضرتك لسه عارضها دلوقتي، كل ما نسي الناس للاسف بتفكرهم يعني. حقك عليا والله، انا اسف. لا والله خالص، بس عايز اقول لك حاجه والله العظيم، انا ما كنت هجيب السيره غير كريم ما بيقول لي، فالكلام جاب بعضه. بس عايز اقول لك حاجه، خليها في دماغك يعني، دي حته، ده موضوع اوعى تفتكر ان انت الناس تنساه ولا ما تنساهوش. ان انت تتعدى الخطوه دي، ده شرف كبير قوي ليك يعني. زي ما كريم بيقول، ان انا النهارده يبقى عندي مثلا خطا كده واكمل الماتش واكمل بعد كده، واكون انا الحارس المرمى الاساسي واتالق بشكل كبير. اوعى تفتكر ان حد بيبتدي كبير، اوعى تفتكر ان حد بيبتدي من غير اخطاء. كل حراس مرمى عندهم اخطاء ناريه، ولكن في البدايه دايما بعد كده فتره تالقك خلاص الناس بتنسى. شفت الشغل اللي احنا عاملينه لك دلوقتي قاعدين نعرضه؟ كل الحاجات دي ببلاش كده. والله يا كابتن دي حقيقه يا كابتن، الواقعه دي فعلا، ويعني خدتني في وقت كتير الحمد لله، وبقيت في مستوى عالي جدا الحمد لله، بحمد ربنا عليه. لكن انا نفسي يا كابتن مش هقوم الواقعه دي لما اجيب بطوله النادي ان شاء الله. انا نفسي يعني ده جوايا، انا مش عمري ما هقوم الواقعه دي لما اجيب بطوله كبيره للنادي باذن الله، وده حلمي وحلم زمايلي معايا في الفرقه باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك، وان شاء الله ربنا يوفقك وتتالق، وفي يوم من الايام كده نشوفك مع المنتخب. يا رب يا كابتن باذن الله، وبشكرك يا كابتن على المداخله الجميله دي، وبشكر كريم وبتمنى له التوفيق. ده بتشرف بوجودك دايما انا مسعود، بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن، حبيبي بشكرك شكرا كده. جزيلا. احمد مسعود حارس مرمى النادي المصري. هو انت تسوقي اللي بتتكلم عليه تسوقي بتاعنا؟ بتاع علي الصيد؟ ها؟ فعلا؟ ها؟ هو اللي ماسك هناك؟ ها؟
حبيبي يا كابتن. ها؟ ده حبيبك ده. حبيبي. أنا لسه عارف دلوقتي حالا. لا والله. أه والله. لا ده شخصية محترمة جدا. محترمة وشخصية كبيرة وشخصية مثقفة ومتعلمة لا دسوقي حاجة كبيرة جدا جدا. شفت بقى كابتن؟ وأنت اعتذرت عليه فين؟ ما هو كان شغال معانا في مع كابتن إيهاب. مع كابتن إيهاب. أه. فلما مشى بقى أنا ظبطت معاه الدنيا يعني ظبطت معاه. وكمل معاك. هو قاعد في بورسعيد؟ لا لا. بيجي لك انت بس في القاهره الشغل بتاعنا مش يعني برنامج بس وتواصل برنامج وتواصل في كل حاجه كل كبيره وصغيره بس تسوقي شخصيه جميله ومحترمه دماغه مترتبه ومتعلم ومثقف وماشي ماشي بسيستم يعني حاجه كويسه ما شاء الله والله برافو عليه وبرافو عليك ان انت تلاقي كيمياء كده وان انت تقتنع بحد ان هو يرسم لك طريقك بالشكل ده شيء برضو الحقيقه رائع الحمد لله كابتن الحمد لله ربنا يوفقك ويكرمك دايما يا رب في اللي جاي حسام حسن إيهاب جلال طارق العشري مدارس مختلفة الأقرب ليك من وجهة من إيه ناحية إيه الأقرب ليك يعني كل واحد كميته بتيجي مع حد مثلا حسام حسن هو اللي ابتدى وداك إيهاب اشتغلت معاه بشكل كويس كابتن طارق بقالك معاه فترة هم الثلاثة مدربين كبار يعني الكابتن حسام طبعا علامة في مصر كلها وفي أفريقيا واشتغلت معاه وكان برضه عاطيني الثقة مدرب كبير وطبعا جه الكابتن ايهاب كمل مشوار الكابتن حسام ويعني شغلني وعمل معايا حاجات كتيره من ناحيه الثقه واللي اداني ثقه كبيره جدا ويعني ومن ناحيه النفسيه برضو وجه الكابتن طارق العاشر لسه بقى ما لسه دوبك ايه في الاول بس هو شخصيه جميله جدا وطبعا هو معروف الكابتن طارق يعني جاب بطولات لنادي الحرس الحدود مدرب كبير يعني كابتن طارق العشري الحقيقه مدير فني كبير وعنده رؤيه كبيره بشكل كبير ومعاكم برضو كابتن عبد الظاهر السقا اسطوره يعني حد شخصيه تتعلم منها طبعا وقريب مننا قريب مننا جدا وبيتواصل معانا على طول حتى انسان انسان وشخصيه عظيمه يعني. بيتواصل معانا حتى في الفتره اللي احنا فيها دي تقعدش بقى تتناقش معاه تقول انا عايز اسافر يا كابتن عايز احترف يقول لك خد السكه دي ما هو كابتن خلي بالك كابتن عبد الظاهر ده عمل فكه جامده قوي تفتكر ان القصه كده يعني راجل فاهم يعني لا والله هو انا شرحت له وجهه نظري برضو اللي هي رؤيتي اللي بالنسبه للاحتراف وهو يعني شغال معايا النقطه دي بس بالنسبه اللي احنا نعدي اللي احنا فيه دلوقتي نعدي اللي سواء لو الدوري رجع احنا مستعدين اللي احنا ان شاء الله نوصل النادي المصري مكانته الموسم الجاي انت موجود مع المصري ولا ممكن تبقى بره ان شاء الله موجود مع المصري لو الرؤيه يعني لسه ما بدري عليها شويه لسه بدري على الرؤية. مع المصري ان شاء الله عندك طموحات المنتخب الاول دلوقتي طبعا ما فيش حد لعيب ولعب كل اللعيبه اللي لعبت في المنتخب الاولمبي نفسهم اللي هم يلعبوا ويمثلوا منتخبهم الكبير بعد الظهور اللي ظهرنا فيه بشكل كويس كل فرده في مصر عندها منافس يعني كل واحد يقول لك في مكاني ده فلان ينافسني في المنتخب الاول مين ينافسك؟ طبعا في كباتن كبيره وكابتن احمد فتحي ومحمد هاني برضو ورجب بكار يعني محمدي برضو يعني ناس كتيره يعني لكن دي في الاول وفي الاخر وجهه نظر المدير الفني بتاع المنتخب وده صراع كبير يعني نجوم كبيره ونجوم كتيره في المركز بتاعي يعني اتفرجت على احمد ياسر مجي ضحكت ليه اصل هو اخويا يعني قعد معايا في الاوضه على طول شخصيه محترمه شخصيه محترمه جدا وهو بيتكلم بتلقائيه انت مقتنع بالتلقائيه اللي في قلبه على لسانه يعني نظرية ان كل اللعيبة شبه بعض وما ينفعش يكون في لعيب بمليون ولعيب ب20 انت شايف كده؟ لا وانا بختلف معاه طبعا في النقطة دي بصراحة لان ده في طبعا لعيب مجتهد ولعيب حارب عشان يوصل للمكانة دي فبتفرق من لعيب للتاني انا هو اتكلم على علي معلول قال لك ده قرر لوحده دون هاته في حتة تانية لكن في لعيبة طبعا مختلفة يعني محمد حمدي اللي هو كان معانا في مصر وراح بيراميد برضه لعيب جامد جدا واخد احسن باك ليفت في مصر وكان علي معلول كان موجود في سنه من السنين الفلوس ممكن تغلق طموحك يعني مثلا جالك حاجه بره وجالك حاجه جوه مثلا بفلوس كتير ساعتها تقف وتفكر لا طموح اهم حاجه اللي انت عاوز تسيب رساله للناس كلها كابتن محمد صلاح قدوه يعني ما بصش للفلوس يعني انا بعتقد اللي هو كده ما بصش للفلوس في وقت من الاوقات كان باصص اللي هو يعني يحترف وباصص لمستقبله وكان له رؤيه
كان له رؤيه اللي هو يحترف، وكان ساعتها برضو كان جاي له الزمالك والاهلي نفس القصه. تقول ايه الجمهور بورسعيد؟ والله انا منهم يعني، الناس هناك ناس طيبين وناس جمال يعني، وانا يعني بشكرهم على دعمهم ليا خلال كل فتره، سواء في المنتخب الاولمبي وسواء في اول بدايتي يعني، وناس محترمين وناس كويسين. لكن هو مثلا في ناس ممكن بيصدقوا اي حاجه ممكن يصدقوها، لكن لما بيسمعوا وبتفكروا في الكلام اللي انت بتقوله بيعرفوا وبيرجعوا لصوابهم يعني. تقول ايه لطلال العشري؟ ان شاء الله ربنا يوفقه معانا ان شاء الله ونقدر نطلع من اللي احنا فيه ان شاء الله. تقول ايه لشوقي غريب؟ بشكره مدرب كبير وبحبه شخصيا يعني. تقول ايه لبدري؟ بس ما اتعاملتش معاه، بس بالتوفيق ان شاء الله في المنتخب. ممكن تقول له مثلا استناني اوعدك اني جاي لك، يعني في حاجات عادي تتقال ما فيهاش حاجه يعني. لا هو لوجهه نظر طبعا، والاختيارات تحترم في اي اختيار، واحنا بندعم المنتخب الكبير سواء انا موجود او مش موجود. تقول ايه لخطيبتك؟ يعني في ود ما بيننا، وبشكرها على الفتره اللي معايا دي، وان شاء الله تكون سند ليا على طول ان شاء الله. الوالد والوالده والاسره اخيرا يعني، دول بقى اللي بدأوا معايا المشوار من أوله، بشكرهم وساندوني كتير، وطبعا أنا معهم على طول طبعا، داعم ليهم وتحت أمرهم في كل حاجة، وأنا بتمنى أن أنا أسعدهم يعني إن شاء الله. ربنا يديك الصحة اللي جاي إن شاء الله بإذن الله، تكسر الدنيا، تحقق كل أحلامك وطموحاتك، ويجي لك حاجة بره كويسة، وتشرف ناديك وأسرتك وتشرفنا، وان شاء الله نفضل دايما كده في ظهرك، وتفضل دايما كده من نجاح لنجاح. ربنا يبارك فيك يا كابتن. بشكرك كريم، شرفتني ونورتني. نورك، ربنا يبارك فيك يا كابتن. خلصنا الجزء الثاني من حلقتنا مع كريم العراقي، واحد من نجوم النادي المصري. اتمنى له كل التوفيق في كل احلامه وطموحاته، مع الحقيقه الفكر اللي هو ماشي بيه. انا طبعا واضح ان هو عنده بلان، عنده هدف، عنده تارجت، معاه الحقيقه شخصيات محترمه جدا جدا جدا. دسوقي ده يعتبر اخويا يعني، واحد صاحب فكر كبير جدا. انا ما كنتش عارف الاول الحقيقه هو بيتكلم على مين، ولكن عندي ثقه كبيره جدا جدا ان هو يوصل كريم في منطقه اخرى تماما. بشكره شكرا جزيلا وكل التوفيق ليه في القادم. فاصل، وبعد الفاصل فقره النقد الرياضي، حاتم رضا، محمد عراقي، وحديث خاص جدا بعد الفاصل.